السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي فيلتر هي منصة بتجمع بين حاجات كتير مختلفة زي البيم وزي الاكتيفيتي زي البروجكت كنترول كوست كل الحاجات دي. طيب خلينا نشوف ازاي نربط بين مثلا عناصر المشروع وبين الفور دي. فهاجي هنا وانا في قلب البلانر اقول له بيم اساينمنت وابدا اختار المشروع اللي انا عايزه. فلاقي فتح لي شاشة نصين، النص الأولاني ده الأجزاء بتاعة البيم والجزء اللي تحت ده الحاجات الخاصة بالجدول الزمني. فأنا أختار مثلا التاسك ديت، تمام، وأبدأ أختار العنصر اللي أنا عايزه من فوق. يبقى أنا بحدد عنصر من هنا وفي نفس الوقت بحدد عنصر من البيم أو من الموديل بتاعي وأبدأ أعمل له assign element. اروح مختار مثلا التاسك ديت وابدا اختار بقى العنصر اللي انا عايزه وليكن مثلا النافذه دي واقول له اساين ان، بحيث ان انا لما اجي هنا واقول له 4 دي يبدا يظهر معايا في التاريخ المتخصص بالتاسك ديت. هو المعدل التاريخ دوت ال 4 دي يتعدل اوتوماتيك. اقول له اساين المنت بينبهني لو في اساين العنصر الجدول الاخر، يعني لو العنصر ده معمول له اساين على حاجه تانية بينبهني الموضوع ده، فاقول له اوكي فخلاص بقى الاساين على التاسك ديت مش التاسك القديمه.